يا مكان، يا سادة يا كرام، أطفال من مختلف الأوطان أحبوا ألعاب التكنولوجيا ومارسوها بإتقان، فيا خوفي من أن تصبح القصة في طي النسيان. القصة موجودة في حياتنا، أنت حتى في الحياة العادية عندما تريدين أن تتحدثي إلى شخص تحاولي سرد الخبر بأسلوب قصصي. القصة هي عبارة عن كنز، فيها المتعة، فيها الخيال، فيها التشويق، فيها عنصر الجذب، فيها البداية، فيها النهاية التي أنت تنتظرها بفارغ الصبر. أنا حسب رأيي القصة هي كنز يقدم إلى الطفل ويستطيع أن يخترق بأدواته الفنية، أقصد هذا الفن القصصي، يستطيع أن يخترق العقل اللاواعي للطفل، وهذا مهم جدا. أي قصة لا تخاطب عقلنا الباطني هي قصة فاشلة بامتياز. طيب السؤال، أنا حسب رأيي يمكن أن نحول القراءة إلى عادة، لأن المتلقي الناجح يستطيع دائما أن يجدد في أساليبه وأن يمتع الطفل. ما دام الطفل يشعر بالمتعة فعلا يمكننا أن نمرر الكثير من الأهداف التربوية والأهداف النفسية والاجتماعية والقيم الطيبة كمنع العنف والتعاون والتسامح، ونحن أحوج يعني في هذه الفترة جدا بحاجة إليها، يمكن تمرينها من خلال القصة. وهذا ما يميز القصة، أن الطفل يستوعب الهدف دون أن يكون مباشرا. يكمن الحل فينا كأهل ومربينا في ترسيخ أهمية القصة التي عليها ربينا، فبأسلوب ممتع وكاتب مبدع يهوى أطفالنا الكتابة من جديد.